يعلم كل من خاض مرحلة الدكتوراه أن التركيز يكون على تعلم منهجية البحث وكيفية نشر المقالات. الآن التعليم العالي ينظر له أنه تعليم تقليدي، وهذا ينطبق بشكل أكبر على تعليم مرحلة الدكتوراه، حيث يتم التركيز على تعلم الأمور التي تخص الإحصاء وكيفية كتابة المقالات وكيفية إنشاء الرسالة التي يتم مناقشتها في الآخر، ولكن قليل ما يذكر عن عملية التعليم والتعلم. هنالك تغير في الآونة الأخيرة، ومن هنا أتت هذه المقالة التي اسمها Why Teaching Still Gets No Respect in Doctoral Training، نشرت في شهر مارس 2022 في The Chronicle of Higher Education. وتقول هذه المقالة أنه أعضاء الكادر أو الكادر الأكاديمي ينظرون إلى القدرات التدريسية أنها مرتبطة بشخصية المدرس أو الكاريزما المتوفرة لدى هذا المدرس، وليست لها صلة بالمهارة. أما أن يكون لديك هذه الملكة أو لا تكون موجودة عندك، ولكن يجب علينا أن نعرف أنه مجرد أن أنهى طالب الدكتوراه دراسته ودخل إلى الفصول الدراسية كمعلم أو كمدرس أو كعضو هيئة التدريس، سوف يواجه مشكلة رئيسية، وهو النظر إلى الطلبة ويعني القول أنهم غير مهتمين، وفي نفس الوقت لو أخذ آراء هؤلاء الطلبة لوجد أنهم يقولون أنه المدرس بعض الأحيان قد يكون يعني ممل أو ليس يعني تدريسه بشكل فعال. طبعا لا نلوم عضو هيئة التدريس لأنه لم يحصل على التدريب الكافي لكي يكون جاهز للدخول إلى الفصل الدراسي. هو طبعا يتعلم مع مرور الوقت، ولكن لن تكون عنده هذه المعرفة في البداية. هنالك بعض الجامعات التي تعطي بعض التدريب المهني، ولكن هي أيام محدودة وليست أمور أخذها هذا الطالب ضمن دراسته. تقول هذه المقالة إنه أحد الحلول هو العودة إلى موضوع مراجعة الأقران، أو الذي يطلق عليه باللغة الإنجليزية peer review. يقول كاتب هذه المقالة إنه نستخدم يعني مراجعة الأقران في الأبحاث العلمية، لماذا لا نستخدمها في أخذ يعني آراء الزملاء بخصوص قدرة المدرس على التعليم؟ ومن هنا يقترح الكاتب بإنشاء حقائب تدريسية أو teaching portfolio، والتي تشمل بيانات التدريس أو وصف المقرر، ملاحظات الزملاء جنبا إلى جنب مع تقييمات الطلاب، أخذ هذه المعلومات وإعطائها إلى مدرسين مختلفين، وثم استمزاجهم وأخذ آرائهم لكي نعرف أين يعني كانت الأخطاء، ويجب علينا بعد ذلك تصحيح المسار. سوف أعطيكم رأيي، ولكن أريد سماع رأيكم أولا. من النادر أن أقوم بنقد المقالات التي أقوم بتلخيصها، ولكن هذه أحد المقالات التي قد أختلف معها في حل هذه المشكلة. برأيي الحل هو ليس فقط من خلال إشراك الأقران، ولكن من خلال وضع مسارات أو مساقات معينة ضمن شهادة الدكتوراه. فيجب على طالب الدكتوراه أخذ على الأقل مساق أو مساقين يخص التعليم والتعلم ضمن المنهاج. شغلة أخرى، يجب على الجامعات النظر في إنشاء شهادات مهنية تعطي ترخيص للمدرس الجديد الذي لا يوجد عنده أي خبرة للدخول إلى الفصول الدراسية. وطبعا هذه يعني من الأمور التي أصبحت الآن يعني محط اهتمام كثير من الجامعات التي تهتم في العملية التعليمية كما هي تهتم في عملية نشر البحوث.